لن تلتقط غزة أنفاسها اليوم، ولن يعانق أيضاً أي من الرهائن أو الأسرى حريته. لن يحدث شيء من ذلك قبل الجمعة على أقرب تقدير وفق الرواية الإسرائيلية، لكن إسرائيل لا ترى في تأجيل أولى عمليات الإفراج على الرهائن ليوم آخر ما يستدعي القلق. فقد أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن المفاوضات بشأن الرهائن تتقدم باستمرار، وأنه سيبدأ إطلاق سراحهم وفقاً للاتفاق الأصلي بين الطرفين، ولكن ليس قبل الجمعة. بينما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أنه في حين قدمت الحركة الأسماء والجنس والجنسية لمعظم الأفراد، كان هناك نقص في المعلومات بشأن بعض الرهائن الخمسين، مما أدى إلى تعقيد وتأخير إطلاق سراحهم وفق المصادر ذاتها. وطمأن البيت الأبيض كل الأطراف المعنية بأن التفاصيل اللوجستية النهائية قيد الأعداد، وأن الهدف يسير على الطريق الصحيح. وتحدث بعد ذلك مصدر فلسطيني عن أن التأخير له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة بشأن أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم. أما الخارجية القطرية فقد أكدت أن المحادثات بشأن تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين إسرائيل وحماس مستمرة، وأنها تمضي بشكل إيجابي. وأكدت الخارجية القطرية أن العمل مستمر مع الطرفين ومع القاهرة وواشنطن أيضاً لضمان سرعة البدء في الهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق. وليس محسوماً ما إذا كان اليوم الإضافي وفق تقديرات إسرائيل على الأقل سيحسم كل هذه التفاصيل. ساعات أخرى من الترقب يضيع فيها اليقين بشأن موعد تطبيق الصفقة على أرض الواقع، والحرب طبعاً مستمرة.